نصل معكم إلى قصيدة ملحون، وهي على قياس فاطمة. ولما اقترحنا داخل البرمجة أن تغني إحدى الشابات الأنيقات ذات الصوت الأنيق، ومن بين الأسماء التي وشحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مؤخراً، أتحدث عن نبيلة معان وقصيدة فاطمة، بين أكثر القصائد الآن مشاهدة على مستوى اليوتيوب. لكن اقترحت على نبيلة معان أن تغير الغرض الشعري من غزلي إلى روحي ديني، فاقترحت عليها قصيدة اللهم صلي على الرسول الهادي عظمة نال حمادي، صاحب الحوض إمام المرسلين طه، جاب الهدى ومهتد. هي قصيدة من قصائد شيخ مراكش في زمان الحاج محمد بن عمر، فقبلت الدعوة. وطلبت كذلك من الأستاذ يوسف قاسمي جمال، لا أدري إن كان معنا سيوسف، بارك الله على سيوسف، فقام بالكتابة وقام كذلك بالتوزيع الموسيقي. فإليكم هذه القصيدة من قصائد فن الملحون على قياس فاطمة، وبعد الفنانة نبيلة معان سنقف معها في هذه القصيدة، وسنختم معها هذا العرس من خلال إحدى خالدات مجموعة ناس الغوال. الله يا مولانا الله بتوزيع أوركسترالي جديد، فتحت صفيقتكم مولاي عبد العزيز الطاهري، تبارك الله عليك، انت كنتي في ديك الساعة معاهم مع ناس الغوال، تبارك الله على مولاي عبد العزيز. فحيوا معي تحت صفيقتكم نبيلة معان. اللهم صل على رسول الهادي عظمتنا الحمادي، صاحب الحوض إمام المرسلين طه، جاب الهدى المهتد. اللهم صل على رسول الهادي عظمتنا الحمادي، رسلوا من الأيام للعبادي.
رحمة في دين وهادي درجته لنبي في الانبياء وطه سيد السادة والسياد اللهم صلي سراج الدين أصديق صادق لمين برا وحنين صدفة دايم طلغني لبادي كهفتنا وقصد مرادي وارجع لصلاته في القلب من حلاها تفجي الهموم وانتاد اللهم صلي بالعز والودان ما غير الدنيا من غا وعنا
بحول الله في ختام هذه الأمسية البديخة ستلتقون معنا بلمعان ومع رائعات الله يا مولانا الله. Thank you.